أنا تبهدل على آخر عمري؟ ومن من؟ من عمي؟ أبو مرتي؟ يهاوشني ويسفل بي كنا لياهل قدامه؟ قالولي إيش لك به تناسبه؟ هذي شري ما ينتع عاشر. قلت لا، وهذه النتيجة، يطردني من بيته كنا اللي كلب. بالعدال يا يعقوب، بالعدال، قصر حسك. ليش؟ خايفة؟ شو بيسوي يعني أكثر من طردته أهلنا؟ ما تقولين لي؟ شو يطلع بيده؟ اسمعني، ليش ما تطلع الناس اللي أجرت عليهم البيت وتخلينا إحنا نروح نقعد فيه؟ يا ربي شو الغباء هالي؟ شو الغباء؟ أنت ما تفهمين أنتي؟ أقول لك أنا أخذت المقدم وصرفته عليكم. نيلة، نيلة أنا أعزك، والله أعزك، لو ما أعزك كان عرفت شلون أرد على أبوك وأخليه يندم على الكلام اللي قال لي. لا تقول كذي يا يعقوب، هذي مهما كان أبوي. وأنا زوجك رخيص عندك يعني؟ أنا ما قلت كذي، بس يعني بس 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 لا تكملين يا أبوي، كفاني ما ياني منكم. أنا غلطان اللي ما سمعت كلام الناس وناسبت هالريال الشري. ليش تقول كذي يا يعقوب؟ أنا ايش ذنبي تسمعني هالكلام؟ أنا ايش سويت لك؟ أنا ايش مقصرة فيه؟ أنت لو مقصرة بهالكبير شيء كان من زمان طلقتك. انت لو كنتي مكاني وسمعتي الكلام اللي انا سمعته كان سويتي كذي واكثر. يا خسارة يا عبد، الانسان صار رخيص عندك لهالدرجة؟ انا ما هو مثل ابوك ما عندي ضمير. انا اعزك يا نيلة، لو ما عزك كان ما استحملت كل هالاهانات هذه علشانك. اذا تعزني صحيح، خل نطلع من هني. نطلع؟ وين نروح؟ نقعد في الشارع؟ ما تقولين لي؟ أقول لك البيت أجرته على واحد من الربع وبيني وبينه عقد لمدة 6 أشهر. رجع فلوسه، وأنت تقول هو رفيجك، أكيد بتفهم الوضع. احتمال يتفهم الوضع. والفلوس مو وين نجيبها له؟ ما تقولين لي؟ هو كم عطاك؟ أعطاني حول لا بالضبط، أعطاني 30,000 ريال. يعني كل شهر 5,000. إيه كل شهر 5,000. هو البيت عود البيت كبير، يعني تقدرين تقولين كذي فيلا بس على الطراز القديم. طيب أنا عندي الحل. هذه الذهب مالي كله، بيعه، تصرف في فلوسه، بس خلنا نطلع من هالبيت. أنا أدري أنت ليش زعلانة، أبوك مسخها، يطلع الريال حتى بأكله. صدقيني يا نيلة، الثلاجة تصفر، وكل ما أقول له يا ريال شلي نيدام يقول والله أنا ما عندي استعداد، أكيد على خلق الله. نيلة، اللي أبي منك إنك ما تحسسين ريلك. إي نيلة، ليش مو لابسة ذهبك؟ ها؟ أنت بعدك عروس ولازم تلبسين ذهبك. إي صحيح يما، ذهبي فصخته. قومي يا بنيتي لبسي، وغيري هالدراعة اللي لابستها من الصبح. على أمرك إن شاء الله. أبيش تلبسين الذهب اللي جابت لك اياه أخت شيخة. يما الصراحة ما لي خلق ألبس ذهب. يا نيلة أنا خابرتك، تحبين الذهب؟ يما تبين الصج؟ أنا ذهبي، شوفي يما، واحدة صديقتي على قد حالها تبي تتزوج، طلبت مني الذهب، سلفت الذهب وخلاص. معقولة يا شيخة تسلف رفيجتك لذهبها؟ ما فيها شيء يما، يصير؟ شلون يصير انت بعد؟ هي بعدها عروس، الوحدة تسلف طخمين وكل تخومتها، حتى خواتمها، ايش دعوة؟ يا يما نيلة مو من عادتها تجر، وما دام قلت لك انها عطت ذهبها حق رفيجتها فمعناته انها صادقة. كل ذهبها؟
أنا قلبي قارصني. ليش بعد؟ بعد حاسة أنها مي فرحانة وحاسة أن في قلبها شيء. أنت أختها وسرها عندك. هي بينها وبين يعقوب شيء؟ يا يمه لا بينها وبين رايلها شيء ولا حاجة. وأنت خلي عنك هالأفكار. ولو في شيء صدقيني كان قالت لي. يعني ما قالك شيء كلش؟ أمبلا قالت لي تقول إنها سعيدة ومبسوطة وعقب فترة بتروح بيت رايلها. وذهبها؟ يما أنا سمعت إن واحدة من رفيجاتها بتعرس، أكيد طلبت ذهبها وعطتها إياه. الحمد لله الله يطمن قلبك. صجري قالوا وقلب الأم صغير وتخاف على عيالها مهما كبر. خلاص يا يما أختي بخير وما فيها شيء. المهم أنا أبي أرتاح، إذا سمحتي أبي أرتاح وأبي أنام بعد. شيخة أنت علمت مالك بارتك قاعدين معاي كلها قاعدة بالدار وقافلتها عليك. ما فيني شيء يا يما. توش تقولين قلب الأم صغير وما أدري وشو. الله يهدي سرك يا شيخة. أنا ما أبي من الدنيا غير سعادتكم وراحة بالكم. بيع؟ إيه وأبيع. كم يسوى؟ 30,000. شنو؟ 30,000. شنو 30,000؟ هذه من 35، 40، 45، 50,000. شنو 30,000؟ شو تقول أنت؟ آخر 30,000. طبي هذا. زين هات 30,000. في برقم الشرطة؟ إيه عندي ورقة الشرطة كان مطيور عليها. هذه ها؟ هذه. إيه هذه برقم الشرطة. هذا من 30,000. هاي 30,000. هذا عقب ما فرشته وتعبت عليه تبي تطلعني يا يعقوب؟ يا فرشته من عليه بتقصت من عليه بتقص. ايش فرشته؟ انا بعيني شايفه كنت تنزل الزل العتيج من بيتكم الاولي توديه البيت هذه. من عليه بتقص؟ بعدين زلكم خذوه ما ابي. اكيد طمعت وتبي تأجر على واحد فعلك اكثر من 2000. بتبط شابدي ما تفهم. اقول لك من سكنه انا ومرتي ما تفهم. افهم اكثر منك. انت تركض ورا البيزه وتركض ورا الفلوس وتركض ورا اللي يدفع لك اكثر. لا تعرف لا اخو ولا رفيج. زين زين بس اتيس تبربر علينا وتقول حكي ما له معنى. يا ود هاك هاي 12,000 مال 6 اشهر والاسبوعين اللي قعدتهم زياده بحاسبوهم عليك. يلا سوي خير وقطع بحر. يا ود مشكور ما قصرت. عدهم عاد لا تقول قصرين ولا بوقتك. ما يحتاج اكيد عدهم 1000 مره قبل ما تعطيني اياهم. زين يلا كان بروح. ها هياك الله حبيبي. تفضل البيت باكر انا محتاج البيت هالاسبوع. تشيل قشك وتمشي. يصير خير مو وصيك ان شاء الله. يلا اشوفك بخير. اقول لا تنسى تدفع حساب القهوه. مع السلامه. ها بشر خلاص بنطلع من هالبيت. يعني بعت الذهب؟ اي بعته ولو انه ما ياب غير 25,000. اضطريت تسلفت كملت 30 وديته حق الريال. وافق يطلع؟ وافق بس ايش عقبه؟ عقب ما طلع روحي. الحمد لله. بس شلون ما بعت الذهب الا ب 25,000؟ انا سامع ان الذهب هالايام غالي. اقص عليك انا؟ اقص عليك؟ مصدقتك يا يعقوب. ما قال لي وقلت له تررين وملي وملت له تررين يا عودي فلفل تررين يا عودي فلفل تررين يا عودي. ليش يا سالم ليش قطعت العود؟ انت ما تستحي على وجهك. انت قاعد تطقطق لي بالعود ومو بنشاد على اللي يصير في البيت. قم فز قم فز يا فريدو قم فريدو. اختك فتون تكلم ريال في التلفون وانت قاعد لي مع الكلام الفاضي. اختي فاتن؟ ايه اختك فاتن يا الفاضي. اسمع يا فريد شوف ابيك تحط بالك عدل. اذا رن التلفون ما تخلي فتون تقرب التلفون وطلع مع الدريول بروحها ما ميش. يا أنت معاها يا أمي سامع؟ لا 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 إن شاء الله. فريد أنت أخوي زين وما شاء الله عليك أبيك تصير ريال. ومنو ريال البيت في غيابي غيرك؟ أشكرك. استشكرني عليه استشكرني عليه يا حسرة. حرام عليك
اقول لك اختك تكلم ريال في التلفون تقول لي مشكور. فريدو فريدو انت متى بتصير ريال وتترك عنك هالدلع؟ زين خلاص خلاص يا اخي يا سالم زين. يا انت اخو انت اخو انت انت وين الله بلاني بك؟ مالت عليك وعلى هالوي كسروك. حسبنا الله عليك يا سلومه. تعال 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 الفقير مسكين. تعال 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 يا الحبيب يا الحبيب. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله. السلام عليكم. سامو سامو يا الله يهديك يا فهد. انت هني وانا رحت اتصل فيك قالوا لي طلعت. قلت اكيد الحين بنمر عليك. نطرت نطرت بدون فايده. حسيت بشويه تعب قلت ارد البيت احسن. فهد شو اللي شاغل بالك بالضبط؟ فاتن انا عارف انها مو من مستواها. يا فهد شنو مستواك وشنو مستواها؟ هي تدرس في الكليه وانت بعد تقدر تدش الكليه وتدرس. بس انت الله هداك المكسل. انا مو بكسول. انا ابي ادرس كمبيوتر بس ما اقدر اسافر الا لما تزوجها. خلاص هيا خطبها وتزوجها. انت تتكلم وكأن الامور سهله. يا ابن الحلال اي سهله بس تدري شو اللي مصعبها؟ احساسك بانها احسن منك. اي والله يا حمد هالاحساس معذبني. زين هي قالت لك او حسستك بهالشيء؟ لا لا فاتن لا يمكن تجرح احد. فاتن حساسة وما اعتقد تجرح احد. بس انا ذاك اليوم لما رحت لها وفتحت معها موضوع مقالها مواصفات الزوج القطري حسيت انها تتهرب مني وما تبي تكلمني بصراحة وكأنها حاسة بشعوري ناحيتها. يا ابن الحلال الفريج كله يدري. معقول هي ما تدري للحين؟ زين اذا كانت تدري هي ليش تتهرب مني؟ حتى لو كانت بنت عمتك لا تنسى ان هي بنت والخجل يمنعها من انها تفتح معك مثل هالمواضيع. تفتكر يا حمد تفتكر؟ هذا اللي واضح يا اخوي. وبعدين مثل ما تقول انت انها تحرص تقعد معك اذا رحت لهم. فعلا يا حمد ما ترتاح الا لما تقرا لي مقالاتها وتسمع رايي. واذا ما رحت تتصل فيني وتسمع رايي في التليفون. بس مثل ما قلت يمكن هي تكون تحبني بس مستحية. يا فهد انت نحب مو بلانك اخوي وبس. لا لان اعرفك زين طيب واخلاقك زينة. الله يريح بالك يا اخوي. كلامك خفف الهم اللي في صدري وعطاني ثقة في نفسي. خلاص يا اذا هي الوالد نخليه يحسم هالموضوع ويروح حق اخته ويخطبها لك. فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. أين هو الثعلب نفسه؟ ها؟ يا إلهي أين اختفى؟ تعرفون أنني سأغلبكم. سأجعلك تتأكد من أنك محتال. إنه وحش انظر إليه ليس لديه ظل أبدا. أنا خائفة أمي. سوف أخذك من فراشك وذلك حينما تدق الساعة في منتصف الليل. أنا أخاف أن يموت ولدي. أنا خائفة جدا. حكايات عالمية يومياً الرابعة مساءً على قناة ذكريات.
دقة في الوقت. فكروا ما تستعجلوا في الإجابة 30 ثانية. ما الشيء الذي من السهولة أن تدخل فيه ولكن من الصعوبة أن تخرج منه؟ الكتاب. الكتاب وإجابة صحيحة وعشر درجات. أنت بكالوريوسات ما شاء الله عليكم في علوم رقم 33. إيش اسمك؟ محمد درندري. طيب مبروك يا محمد مبروك. ما هو الشيء الذي يفقد قيمته إذا تحرك به اللسان؟ ما في إجابة؟ في العراق. آخر كلام. آخر كلام. 300 وإجابة صحيحة عشر درجات. الدقة في الوقت الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. يلا بتروحين حق بنتك ولا روح عنك؟ أنا ماني فاضيلك خلصيني نص ساعة بس نص حتى القعدة مع بنتي مستكثرها علي؟ لأن أبو غيرك بنتك قعدت معك 30 سنة ما شبعتي منها. يلا خلصيني يلا يلا. إيه وأنت إيش حقه لابسة؟ بروح أزور أختي. يا الله مزور أختي. أعطي نفسك الراحة، لا في طلعة ولا في روحة. ليش أيوب إيش فيها إذا زرت أختي؟ لا يكون فكركم اننا لو عرست قلتوا خلاص بتاخذينا على الطلعات. لا يبا لا، انا هالطلعات هذه ما احبها. واختك تشوفين هلياتك وكثر الحكي ما بي. يبا ما فيها شيء اذا زرت اختي. منعتنا من زياره اهلنا قلنا ما يصير معليه، لكن تمنعنا من زياره اختي بعد ما يصير. خوش حكي خوش حكي يا شيخو. تبين تعلمين ايش اسوي؟ يبا انا لازم ازور اختي. شب ولا كلمه. مشيتي كلامك علي مرة واشتغلتي في المستشفى وأنا ما هبراضي. عبالك كل مرة بتمشين كلامك علي؟ يلا فرق مويهي انجلعي لبارك الله فيك. حرام عليك يا خلفان، لا تكسر بخاطر البنت. هي وين بتروح؟ إذا ما بعاجبك كلامي قعدي وياها. ما يخالف يا شيخة، نيلة بتزورنا وبتشوفينها. يلا يا خلفان يلا. سمعي خشمك هذه اللي رافعته بكسرها لك. وحشتوني يا يما وحشتوني وايد. عاير شي اقول انا كل ما اشوف سريرك ولا اشوف غرض من اغراضك تخنقني العبر. انا ما ادري ايش بيصير فيني اذا راحت شيخه بعد. ويما اكيد بترتاحين وبتصيرين سعيده لانها بتكون افتكت من سجن ابوي. يعني انت الحين سعيده؟ الحمد لله يا يما. الله يهنيك يا نظر عيني. ليلى هاتي لي ماي. ان شاء الله. يما ايش تشربين؟ ما اشرب شي يا بنيتي، انا كلها نص ساعه وبش تقعدين معاي. تدرين كل دقيقة محسوبة علي. الله يعينك يا يما. أقول نيلة، هذا البيت اللي يقول مأجره ب5000 ريال؟ إيه هذا هو، ما يبين عليه مو كذي. أنا بعد قلت حق يعقوب بس يقولنا الإيجارات مرتفعة وايد هالأيام. وشلون يقولون الناس هالأيام البيوت داقة؟ ويما ما عليك من حكي الناس، حكيهم ما يخلص، ما حد داق هالأيام إلا البني آدم. إي والله يا بنيتي وأنتي صادقة. إلا قولي لي ها شلونك مع رايلك؟ ان شاء الله مريحك. مريحني وايد يا يما ما تتصورين. يعقوب طيب لاخر درجه وما يرد لي طلب كلش. صجعات؟ اي صج، بس هو ساعات يعني تكسر عليه الفلوس وانا ما كثر عليه بطلباتي. عاجل طول عمرك عاجل يا نيله. وين الماي يا نيله؟ يما نسيت الماي، بروح اودي للماي وبارد. لا تبطين. تو الناس ليش مستعيله؟ كان كملتي سالفتك اول. اسفه يا يعقوب. انا مو هب عبد ابوك عشان اتنقع ساعه انطرك لين تخلصين من هدرتك. الف مره قايل لك اي بغيت الشيء تسوينه بسرعه مو هب على ساعه. ما يخالف يا يعقوب ما يخالف، بس قصر حسك. امي برا واخاف تسمعك. اللي راح تقول اللي عندك. راحت روحك ان شاء الله يا ودي. بسي
شفيك يا نيلة؟ ما فيني شيء، بس وحشتيني يما، وحشتيني وايد. أدري يا حبيبتي، صعبة على البنت تفارق بيت أهلها. اي كلها كم يوم يا بنيتي، وتعودين على بيتك وعلى حياتك الجديدة. نيلة، أنا ما أبقي أشوفك أنتي مضايقة. الحمد لله الله رزقك ببلد الحلال اللي فكك من الحبس والسجن اللي إحنا فيه. ديري بالك عليه وحافظي عليه وحطيه في عيونك. هذا أبوك وصل، خليني أقوم أروح. يما تو الناس توك جاية، حتى ثلث ساعة ما صار لك. يا بنيتي لو بقول له بقعد شوية بيفضحني، أنتي تعرفين أبوك. بس يا نيلة زورينا، ترى شيخة والهانة عليك وايد. أنا بعد والهانة عليها يما، سلمي عليها وايد. وينها أنا والهانة عليها، وإن شاء الله الخميس أمركم. مع السلامة. مع السلامة. شفيك مبوزة؟ يعني ما تدري ليش؟ لا ما أدري، أمك قالت لك شيء. يعقوب أنت ليش تسوي فيني كذي؟ ليش؟ إيه؟ إيش سويت لك أنا الحين؟ تصفق في وجه الماي لمجرد إني تأخرت عليك شوي؟ يا نيلة يا يبا، أنت تدرين إن أنا عصبي، هذا طبعي. أنت المفروض تتعلمين على طبعي. بعدين أنا ما سويت شيء يخليك تزعلين وتمدين بوزك شبرين كأن لا ذابح أحد من أهلك. يعني اللي سويته شيء عادي وما يزعل ها؟ قلت لك أنا عصبي وما أقدر أتحكم في أعصابي إذا تضايقت. حاول التحكم في أعصابك يا يعقوب، أنا مو بحيوانة، أنا إنسانة، إنسانة ولي إحساس، وهالمعاملة تجرحني. يا بنت الناس لا تطولين وهي قصيرة، قلت لك أنا هذا طبعي من الله خلقني، والمرأة العدلة هي اللي تعرف شلون داري خاطر ريلة مو بتنتفخ من أقل شيء. خلاص خلاص يا يعقوب، أنا غلطانة. طبعاً غلطانة، شلون علمها بغلطانة؟ نيلة أنا أعزك والله أعزك، وإذا تعزيني مثل ما أعزك سمعي كلامي. لا تخليني أحمق عليك وأعصب على خالي بلاش. قريب منها بس ما تحكم في مصيرها يا اخوي. والله عاد شوف انت لك راي وسالم اخوها له راي. بس حبيبي سالم انسان مثقف ومتعلم، وانا شلون مو متصور اني اتصرف اتصرف. شوف ذبحتني انا، دش المكتبه شوف اللي تبيه. زين يلا تعال تعال. احسن لك، اقول لك احسن لك تحكى. عبالك ما عرفناك من انت؟ مالت عليك المعجب سليم الصكك. ما تقول لي انت ايش فيك اللي قاعد مع التليفون بس؟ سعد قول لي ابوك ايش اللي مضايقك؟ انت ما تعودت تخش على شيء. والله يبا ما ادري اذا كان الموضوع يستاهل اني اقول لك ولا لا. انت يا ابو قول وانا اللي بحكم. انا يبا تعرفت على بنت بالتليفون وارتحت له يعني شوي، لكن يبا صارت مشاكل واختلفنا وانقطعت علاقه للحين ما بدت. بس يبا انا ما ادري اذا كنت سببت له مشاكل ولا لا، ولا ادري ايش اللي سويته انا بالضبط. بس انا ما خربت كذي يا ابوك. ايش لك بالتليفون ومكالمه التليفون وانت بروحك قايل لي ان هذه شغل مراهقين؟ ايه يبا بس احنا ظروف تعرفنا تختلف. شلون تختلف؟ بس قولي شلون تختلف؟ يعني افرض ان هل هدره
غير مسكين بتتمشكل من تحت راسك. اي والله يبا معاك حق، والمصيبه ان اهلها هو بغرب. ما بغرب؟ من تقصد؟ اخت سالم. ها؟ بنت اخت عبد الوهاب؟ اي نعم يا يبا، فاتن احمد. يا انت يا مين انت؟ ما طلع عليك تصير مراهق الا مع بنت اخت رفيجي وشريكي؟ تبي تلاقين على بني انت؟ تبي تحط راسي في التراب قدامهم على خريامي؟ اي يبا بس المساله ما وصلت لهالدرجه يعني. وتبغيني بعد انطر لين توصل؟ اسمع يا سعد، اذا تريد تتزوج لبني انا ما عندي مانع، ومن هالساعه يا ابوك مستعد اروح واخطبها لك. يا يبا شلون تخطبها وانا ما ادري اذا كانت البنت تصلح لي زوجي ولا لا؟ ومنين انت تدري تصلح ولا ما تصلح؟ تكفى يا ابوك، لا تتصل بها لبني مره ثانيه ولا تسوي لك علاقه معاها، سامع يا سعد؟ خلاص يا يبا اوعدك اني ما اتصل. يا اخي ما ادري شلون انا شارد من هالفلوس والمشاريع والخزانه، ومن اجيب هالاجارات هذه ما ادري شلون يزوغ قلبي واتذكر ايام التجاره اللي ما فلحت فيها. التجاره ما هو بلك يا حمد، خليك في شغلك احسن لك. ليش وانت مفكر يعني انا مرتاح في هالشغله؟ انا قاعد اقول لك على اللي في قلبي. اسمع يا حمد، انا افضل انك تاخذ شيكات بدل الفلوس وتوديها البنك بدل ما تقبض نقدي. ليش؟ خايف ابوك؟ ها يا حمد، انا ما قلت لك انك حرامي، وهالظن ما خطر في بالي. بعدين يكون في علمك هذه الفلوس فلوس ابوك وولد عمتك وعم جاسم، يعني لا يمكن تفكر في يوم من الايام انك تمد يدك عليها. عيل ليش تقول هالكلام؟ لاني خايف عليك، وخايف لما تشوف هالفلوس تفتكر انها جايه بالساهل وترجع لسوالفك الاوليه. لا تظن ان انا قانع بهالشغله، واذا لي رزق باخذه طال الزمان ولا قصر. وانا من وين اجيب لك فلوس؟ ما تقولين لي؟ ها؟ ابوك ياخذ فلوسك كلها وتردين علي انا؟ ابوي ما ياخذ معاشي ويحطه في جيبه، ابوي يدفع اقساط عمارتنا وانت تعرف هالشيء زين، بعدين انا ما طلبت مبلغ كبير. الله، والف ريال شويه يعني؟ انا محتاجه حق الفلوس، صديقتي متزوجه وكل صديقاتي ودوا لها هدايا الا انا. انا ما شفت احد يجيب لك هدايا يوم عرستي. يا بولي يا يعقوب، يا بولي، وحطيتها على الذهب اللي اعطيتك اياه. شنو يعني؟ انا يعني انا اخذت الفلوس حطيتها في حسابي؟ انا ما قلت كذي، بس انا اللي مصاريف، وابوي قطع عني الألف ريال اللي يعطيني اياها كل شهر من يوم ما تزوجت. خوش حكي والله، خوش حكي، ما حد مستانس الا ابوك هالمتياح. قلت لك ابوي. عرفنا يا ابوي عرفنا، خلاص فكينا، بس ما تقولي لي انا وين اجيب لك هالفلوس؟ ومعاشك وينه؟ حلو، تحاسبيني على معاشي بعد. انا استفسر يا يعقوب، استفسر. هالامور ما لها تخص فيها، كفايه ان انا قاعد اصرف على بيتش كبره بروحي. اذا انت محتاجه فلوس قولي حق ابوكي مشي نص معاشك ولا حتى ربعه، تاخذين همكي وما نشوف منها شيء. ولا اقول لك ليش ما تاخذين سلفه من البنك تخلينا نشغل هالحوش العود هذه، نمني بويت صغير ناجر نستفيد من الاجار. انا من زمان هالفكره هذه في راسي، بس شوفت عينك الجيب خالي. للمره الالف اقول لك ما اقدر، لان معاشي كله يروح حق سلفه العماره. واحنا ايش مستفيدين من هالعماره هذه؟ ما تقولين لي ابوكي يبلع الاجارات كلها وانا تبلع حرتي. اعوذ بالله من ابليس. شلون يعني؟ ابو عجبك كلامي؟ يعقوب إذا أنت جار في مسألة البنيان، روح حق خالي عبد الوهاب، هو عنده مقاولات، وخليه يبني لك. والفلوس يا مدام من وين؟ خالي طيب وبيصبر عليك، وليه صار عندنا بنعطيه. حلو، بس تدرين شنو أحسن شيء؟ أحسن شيء إن أمك تكلمه في هالموضوع. خلاص، ليه رحت لها بقول لها تكلمه. خوش، وإذا توفقنا ووافق يبني لنا البيت، أنا عندي أرض عودة في مسيعيد، ممكن نستغلها عقب ونبنيها. نايلة!
هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألمي يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. شو بتقول بتهمة القتل الموجهة على هذه المصيبة؟ تبغى تتخلص مني؟ طيب أنا قاعد أحكيش، أنت ليش ما تردين علي؟ ليش؟ ميت قالوا على حاله وعلى سيارتي، قرفتيني في عيشة. والله أنت اللي عيشتك تقابل. أرجوك يكفيني العذاب اللي عم عايشه كل يوم. هون حياة جديدة، الواحد لازم يتعود عليها. انت تخرج من الموضوع ده بره خالص. انت حتى التفاهم ما يجيب نتيجة معاك. انت سمعيني بس الله يهداك، سمعيني. سهرة سينمائية الخميس 11 مساء على قناة ذكريات. الحمد لله على السلامة خالي، متى بتسافر؟ تنكت؟ يا ابوك خلي ينكت يا سالم، ايش فيها الدنيا؟ توا صغير على الهم. اقول عبد الوهاب يا اخوي ما لقيت اكثر من هذا؟ هذه اخذتها بالغلط. مع ان لونه حلو والخلق زين. بس خلاص يمه، اذا خاطرش فيه لبسي ولبسي تحت صروعه. يا طول لسانك يا فريدو. ايش فيك يا فاتن؟ ما عجبتك الهديه؟ لا يا خالي الموضوع مو كذي، بس بصراحه انا ودي بهديه اكبر من هذه. عمري عمري يا بنت اختي، عقب كم شهر بخلص دراستي، ودي يعني اكمل دراستي بلندن. خرفتي انت ها؟ خرفتي ومن هو اللي بيرضى تروحين تدرسين بروحك؟ انت هنا ومو بقادرين عليك. ايش هالكلام يا سالم؟ خالي بيقعد معاي. لا والله خالي متفرغ هالشغله وعياله ويسافر معك. اي 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 وش فيها؟ فاتن ما برخيصه يعني موافق انك تقعد معي سنتين ولا ثلاث لين اخلص؟ صدقتي ها؟ بس تمنى ما يبي حرجه قدامنا. خدتي المساله صدق؟ لا 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 انا صاج وبقعد معاها كم سنه لين تخلص. العلم زين وانا ابوك. عبد الوهاب انت من صدقك ولا تقشمر؟ لا والله لا من صدقي، ما دام البنيه تبي تكمل ايش فيها خلاص انا موافق اني اروح معاها. بس يا خالي. لا بس ولا شيء، وانت ما بتخاف على اختك اكثر مني، وفاتن باحطها في عيوني الثنتين ولا عليها خوف. بس هي تتشطر وانا حاضر. هالقد فرحان بطلب فاتن؟ والله يا عبد الرحمن طلبها بحل مشاكلي وبسكت حلوج هالناس اللي كلت قلبي شلك بالسفر وشلك بالسفر. وبعدين سفر فاتن معاي مثل ما يقولون حجة وحاجة. وما تخاف ان فاتن تعلم امها وتنتشر صارغة زواجك؟ لا لا لا، فاتن عاقلة وأنا بوصيها ما تجيب سيرة حق أحد. وبعدين هي ما تقدر تقول شيء لأنها بتكون معاي هناك على طول، وإذا علمت بتخرب على روحها. ما عادها بتقول؟ إيه عقب سنة ولا سنتين يصير خير. المهم الحين لازم أصفي أعمالي هني وأبرز نفسي حق سفرة طويلة. تصفي أعمالك؟ إيه علشان جاسم بعد ما يقعد يحن على راسي ويعايرني بالشركة ويقول إني هاملها. الأحسن إني أصفي أعمالي كلها وأسافر على طول. ضايق صدري يا شيخة ومو بعارفة وين أطق براسي. حياك يا يمه حياك، وأنا بعد محتاجة أتكلم معاك. أقول لك يمه، إذا مثلاً واحدة بتاخذ واحد أصغر منها، شو يقولون الناس؟ شو يقولون الناس؟ الزواج حلال مو بحرام؟ إيه
بس يما قصدي هذا الموضوع يخصني انا ورايك مهم وايد عندي. فريد قال لك شيء؟ انتي تشتراش يا يما؟ انا مو بغشيمه، وفريد صار له مده ميان وياياته كلها علشانك يا شيخه. هو كلمني بس قال لي خالتي بعد. ايه بس خالتك ما قالت لي. ايه خالتي قالت انتوا بعدكم صغار وانتظروا وفكروا، والظاهر انها ما حبت تتكلم في الموضوع لين توصل لقرار. وانت ايش رايك؟ انا يا يما ابي رايك انت. فريد طيب وقلبها ابيض ويعزك، لو عليانه ما اتمنى واحد احسن من فريد. اذا محيرك مساله العمر، هذا مو سبب يمنع زواجكم؟ شلون مو بسبب يا يمه؟ انا اكبر منها بوايد. وش عادي يا شيخه، فريد يعزك ولا تفرطين فيه. ولو انا منك اوافق على طول، المهم اني انا افتك من هالبيت. يا يمه اذا انا بوافق مو بعشان افتك من هالبيت ولا عشان اهرب من سيطره ابوي، انا لاني اعزه وايد. توكلي على الله وقولي موافقه. فريد احنا في مكان عمل. عمي وتدللي يا احلى البنات. شرطي ما في خطبه ولا زواج الا بعد ما تخلص الثانوية. لا 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 هذه مو شرط. تبيني اقرا سنه ونص كل حد اذا اكمل ثاني ثانوي. المهم انك تنجح. شروطك اوامر بس ما اقدر على الانتظار. فريد بعد ما يصير تتقدم لو انت الحين في نص الطريق. زين زين لما اخلص السنه اخطبك، والسنه الجايه عقب ما اخذ الشهاده نتزوج. زين انا موافقه. أصلاً الكلام كله على العموم سابق لأوانه، وأنا ما عندي مانع بس ما حد يعرف إني موافقة إلا بعد ما تنجح. تذكر مهري نجاحك. والله لا أذبح روحي في الدراسة، حتى العود هذه بعد عشانك يا بنت الخالة. وأبشر لك الخير والأمر علمك. قلت لك معجب بمقالات ولو تهبوا فيك مثل اخوك ما قلت الكلام. وبعدين لو تحس ان كلامي في شيء فعلاص. صدق؟ ايه ساعات احس ان هذه فاتن اللي تكلمني. اثنينكم تصفون حكي، بس الغريب ان انت كلامك مفهوم وهي لا. زين الحين انت جالس تمدح ولا تذم؟ انا ما اذم في ربعي. زين اسمعني، هل وافقوا انك تكتب ولا احنا معطيهم؟ والله الظاهر ان هي شالت فكره الكتابه من راسها. شلون؟ وبعدين ابوي يقول انها بتسافر مع لندن علشان تكمل دراستها. شو الكلام هذا اللي تقوله؟ ابوي يقول مو بانا. وبعدين هو متحمس حق سفرها. زين شلون؟ شلون تسافر مستقبلها هني؟ شلون؟ قصدي يعني مستقبلها بالكتابه؟ والله ما ادري. السلام عليكم. اهلا. الاستاذ عبد الوهاب موجود؟
لا والله للحين ماية، بعد نص ساعة إن شاء الله بيكون هني. زين عيال أنا دام هو موجود أنا أبوي لسان طرة. لا لا أقول أنا أبوي لسان طرة. على راحتك. أنت تشتغل هني؟ أنت شو تشوف؟ لا حول، الواحد ما يسأل. أنت إيش تبي تعرف؟ لا الظاهر أنت ما تعرف من أنا. أنا يا الأخو أعتبر من أهل الشركة هذه. صحيح، ما حد قال لي. مو بضروري الموظفين يعرفون كل شيء. إيه بس إذا كان الموظف ولد صاحب الشركة فالمفروض أنه يكون يعرف كل شيء. يا أنت ولد الأستاذ عبد الوهاب؟ يقولون. ما شاء الله ما شاء الله، ما عرفتني. أنا زوج متعمتك؟ أنا يعقوب أنا؟ صحيح، أهلا وسهلا. يا الله سامحني يا أخوي سامحني، أنساب وما نعرف بعض. لا إله إلا الله، أنا يعقوب علي. وأنا حمد. معرفة خير إن شاء الله، معرفة خير. أنا يا أخ حمد ناوي أبني كذي ملحق صغير في البيت وأجره. عاد قلت ما دام أنسابي عندهم شركة، ليش ما ربح أنسابي وأنفعهم؟ خصوصاً يعني إن الوالد عنده شركة مقاولات والكل يمدح فيها. والله إذا يا الوالد تقدر تتفاهم معاه في هالموضوع. إي لا ما عليه، أنت تسد مكانه يا حمد. لا يا أخوي، أنا مجرد موظف ومالي علاقة بهالأمور. لا 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 ما اعتقد ما اعتقد انت تتواضع. لا يا اخوي لا اتواضع ولا شيء. المواضيع هذه تقدر تتفاهم فيها مع سالم وعم جاسم لانهم الشركاء ابوي وادرى بهالسوالف هذه. ايه زين عيل، هاي مره ثانيه، مع السلامه. راحتك. ضايق صدري يا جاسم، وسفرتي لندن زادتني ضيقه. قلت لك ايش لك بلندن؟ مطر وثلج وبرد وما يقولون. ما سمعت كلام الله يصلحك. لو على الجو كان استحملت. ايه جاسم اخوي ما قال لك شيء. مثل وشو يعني؟ يعني ما قال لك؟ تشعل تتكلم. وبعدين تقول لي شنو الشيء اللي كان المفروض يقوله لي وما قاله؟ في اشياء ما اقدر اقول لك عليها، واشياء لازم اقول لك عليها. اخويا جاسم ناوي يصفي اعماله هني وينقلها لندن. يا شو هالكلام هذه؟ هل يخلي الرزق متيسر ويدور الربح متعسر زي ما يقولون؟ وبعدين اقول لك الحين لندن ايش فيه عشان ينقل تجارته لها؟ في اللي اهم من عياله وتجارته. يا الظاهر انك انت عارف شيء وخاشه عني. عارف ولا مو بعارف هذه مو مهم. المهم انك انت تمنع عبد الوهاب من اللي في راسه. انا خايف عليه يضيع ويضيع فلوسه معاه، وذيك الساعة ما ينفع الندم. والله شو أقول لك يا عبد الرحمن، إذا فتحني أنا ما صح، بس أنت بعد تعرف أخوك زين أم ما زين، إني في راسي بيمشي لو كل الناس اعترضت عليه. حاول معاه، هذه أخوي العود، ولو غلط بيتم عزيز وغالي، وأنا ما ودي يهجرنا مرة واحدة.